أي شيء في الحياة أو كل مكان في الحياة فيه جانب كويس وجانب مظلم. موقع ريدت واحد من الأماكن هذه، ناهيك أنه أصلاً موقع مفيد لبعض الأشياء وبعض المواضيع، وفي نفس الوقت حتشوف فيه أغرب المواضيع زي اللي حنتكلم عنها في فيديو اليوم. للمعلومية أنا أبداً ما أدخل أقرأ في ريدت، وإنتوا تعرفوا أن أنا من الناس اللي ما يقرأ، بالعكس يحب يسمع، فعشان كده الأشياء دي شفتها قدامي في اليوتيوب، فاخترت لكم كم موضوع من اللي شدوني، لأنه في أشياء صراحة ما منها فايدة أو ما تشد أو عادية. فاليوم تجميعة مواضيع غريبة صارت في ريدت. Let's get into it. It's incredible. I've never seen anything like this in my life. It's unbelievable. I don't even know how to describe it. السلام عليكم، أنا لما. اللي ما يعرف، أنا نزلت قضية أو فيديو في قناة الآن، قناتهم الجديدة المرة المليون. هذه ما هي قناتي، قناة الآن ما هي قناتي، هذا عقد عمل. ليش بكرر؟ لأنه حرفيا في ناس ما زالت بترسل لي تقول لي قناتك الثانية، ما هي قناتي. رابط الفيديو حتلاقوه تحت في الديسكريبشن. وكالعادة أي فيديو برا قناتي أنا كنت متواجدة فيه، سواء تعاون أو أي شيء، حتلاقوه في قائمة تشغيل تحت برضو في الديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف. مرة شكرا للناس اللي راحت وسبقتني هناك قبل لا ينزل المقطع، حتى كلامكم في الريل اللي هم نزلوه في الانستغرام. Thank you so much. خلينا نبدأ في أول موضوع. شوفوا، في قسم او سب ريدت زي ما هم يسموه، يمديك تصحح لي كنت غلطانه في المسمى. في قسم فرعي موجود في موقع ريدت. موقع ريدت هو موقع يعني عامل زي المنتدى، الناس بتكتب فيه وتنشر فيه مواضيع مختلفه جدا في جميع المجالات حسب الاقسام الفرعيه. وقد اتكلمت عنه قبل كده وجبت برضو مواضيع انتشرت في ريدت، فحرفيا حتلاقي فيه بحر من الامور. اللي صار تقريبا كان السنه الماضيه 2023. المهم انه في قسم فرعي ريدت اسمه r/confessions، اعترافات. واحدة من الاعترافات كانت لشخص بيحكي حاجة هو سمعها ومو عارف كيف يتصرف. الشخص هذا اللي هو صاحب المنشور حنعطيله مسمى اكس عشان نسهل القصة. اكس في البداية كان قاعد يقول يا جماعة ما باكم تفهموني غلط، بس انا سمعت الموضوع هذا ومن وقت ما سمعته مو راضي يروح من بالي، وحاسس ان انا لازم اسوي شيء بس مو عارف ايش هو، واحتاج تقولوا لي ايش اعمل. واضاف وقال انه القصة هذه ممكن ما تكون حقيقية، لكن هو سمعها كده وجاء يبي يحكينا. هي اكس بيقول انا بشتغل في بقالة وفي عندي جار شرطي متقاعد وعجوز كبير في السن، ويلا يلا يمشي كمان. العجوز هذا بيعاني من 3 أنواع من الكانسر اللي هو السرطان، الله يكفينا يا رب. هذا الجار اللي هو الشرطي، انا حسميه الشرطي او المتقاعد عشان ما تلخبطوا، الشرطي ده كويس مره مع اكس. اكس بيجيب له اغراض للبيت، مثلا لو اكس طاح مشكله الشرطي ده بيطلعه منها وما عنده احد. فاكس بيقول في يوم من الايام جبت له أغراض، فقعد معايا وقاعد يحكيني عن نفسه. وأنا ما جربت الإحساس هذا، بس أحس لما تجلس مع شخص كان يشتغل في التحقيق مع الشرطة شيء وتقاعد، تحس كده متع الأشياء يعني. أنت بتتكلم مع شخص في المصدر ذاته. فبيقول قاعد يحكيني عن نفسه، هو كيف نشأ ومدري إيه، وطلع إنه هو أهله أتبنوه، كيف كان عايش وحياة عادية، كان شاب طايش يشرب ويعمل وكده، إلين ما بيقول وصل لمرحلة الثانوية. طبعا احنا دحين بنتكلم عن ماضي الشرطي، اوكي، اللي هو جار اكس اللي انا ما اعرف صراحة ايش اسمه، بس وما تم ذكر اسمه اساسا. لكن هذا الشرطي بيقول لما كان في تانية ثانوي كان لسه جديد، وكانت سنة جديدة، في بنت عجبته في المدرسة، والبنت هذه من البنات اللي حسناء المظهر وايش يعني ما في احد ما يعرفها في المدرسة، وحطها في باله وقال انه ما ابغى غيرها. وفعلا لقى فرصته حسب ما كتب اكس، وقدر انه هو يتواعد معها. ما ذكر كم الفترة، قعدوا كيف مع بعض، ما ذكر تفاصيل، لكن بيقول انه كانوا مبسوطين مع بعض. في يوم من الايام كان بيقضي يوم الشرطي ده هو والبنت دي بيقضوا امسية مرة حلوة، فالبنت قالت له أنا بمشي البيت خلاص، وراحت هي البيت. المهم كان في حديقة الشرطي متعود يروحها مع أصحابه، فكان هناك هو وأصحابه، كم عددهم ما نعرف. بيقول الشرطي إنه كان هناك
قاعد في السيارة ولد معاهم في المدرسة. الولد ده من الأولاد اللي يكونوا مرة مشهورين في المدرسة، أوكي، تعرف اللي مسوي نفسه إنه هو شيء كبير. الشرطي مرة يكره الولد ده، يتفاجأ إنه صحبته جات للولد ودخلت معاه السيارة. يعني هي كذبت عليه، قالت له أنا بروح البيت، وهي ما تبى تروح البيت، هي راحت عشان تقابل الولد ده. كل ده هو شافه قدام عينه، كان معاه مسدس، كيف جابه ما تسألوني. راح عند السيارة، أطلق النار على البنت في راسها، وأطلق النار على الولد في صدره، بس في مكان ما يموته بسرعة، لا يخليه يحتضر. وقف شوية، بعدين سرق أشياء من السيارة وما قال إيش هي الأشياء، وراحوا أصحابه قبل لا أحد يكفشهم. إكس بيقول أنا قاعد أسمع له كده اللي مو قادر أصدقه، لأنه يعني أنت من جدك جاي تحكيني شيء زي كده، يعني ما تحس اللي قوية الهرجة شوية. فبيقول أنا ما كنت مصدقه، بس إن كنت قاعد أسمع، يعني قلت يمكن كان بيحكي عن واحدة من القضايا اللي هو يعني كان متواجد فيها ومرة متأثر فيها. بيقول إليان ما قام وجاب لي الأشياء اللي سرقها من السيارة. إكس هنا أتلخبط، أنت ليه بتوريني؟ ليه قلت لي؟ إيش الهدف؟ طبعا إكس كان قاعد يتكلم، أنا بديكم الزبدة من الكلام، بس إكس بيقول لهم يا جماعة أنا مو قادر أصدقه، كنت لمدة أسبوعين من بعد ما حكاني، وأنا مو راضي أشيل الموضوع من بالي إلين ما قعدت الأسبوعين الكاملة دي أدور في كل دوكيومنتري أو وثائقي يتكلم عن نفس أحداث القصة هذه، بحاول أدور عليها لأنه أبقى أصدق الشرطي. فبيقول قعدت أدور ولقيت القصة معمولة في أحد البرامج المشهورة جدا للقضايا الغير محلولة. طبعا أنا أول شيء جاء في بالي اللي هي Unsolved Mysteries، بس هو ما ذكر الاسم. فالمهم قال وشفت القضية وكل شيء هو قاله أنقال في القضية فعلا، زائد أنه فعلا في أشياء كانت ما هي موجودة في القضية وهي نفسها اللي وراني هي. وأنا يا جماعة قلت لكم ما أعرف إيش هي الأشياء لأنه إكس ما كتبها في المنشور، لكن إكس كان قاعد يكتب للناس يقول لهم أنا مو قادر أستوعب، هل أنا الآن قاعد قدام المجرم اللي قتل الشخصين دولة؟ ما أدري إذا حسيتوا بالموضوع، بس الولد قدام مجرم هربان والهرجة قديمة، هو مستغرب من كل شيء، الأشياء قدامي وإنت سايب الأشياء دي عندك طول الفترة دي، يعني إنت طول الفترة دي مخبي السر هذا وأخرتها صرت شرطي وإنت اللي بتجيب العدالة وتقاعدت، هل هذا اللي خلاك شرطي مثلا؟ إكس بيقول يا جماعة الرجال هذا ما عنده شيء يخسره، يعني هو كده أصلا زي اللي قاعد يحتضر، هل قاعد يقول لي الكلام ده لأنه قاعد يشيل الحمل والذنب من قلبه؟ هل قاعد يعترف لي عشان يموت وهو مرتاح؟ طبعا ما نعرف الشرطي هذا مين وإيش اسمه، لكن إكس بيقول دلوني إيش أسوي، هل أروح أخبر الشرطة؟ بس إيش هتسوي الشرطة بعد الوقت هذا كله؟ الرجال كده مرة تعبان ومريض، وفي نفس الوقت في عيلتين تبغى العدالة لأبنائها، حتى لو الآن الأم والأب العمة ومدري من كلهم ميتين، اسم إنه أكيد في ناس من العيلة لسه تبى تعرف الحقيقة. في نفس الوقت بيقول إكس الرجال كويس معايا، مرة يساعدني إذا طحت في مواقف مرة سيئة، دائما يساعدني. اللي ما هو عارف هل هو بيتكلم من جد يبلغ عنه بعدين يطلع لا هو ما هو صريح، يعني او هو مثلا متأثر، بيقول انا قاعد في موقف جدا سيء فأحد يدلني. قسم التعليقات في هذا المنشور ولع، كل الناس قاعدة تكتب مين طب ايش اسم الضحايا، طب ايش المدينة اللي صارت فيها القضية، طيب ايش هو، طب ايش اسم الحلقة اللي مدري ايه، طب صار في ضغط على المنشور لما اكس مسح المنشور. شفت الاعتراف ده خلى الناس في حالة فضول ويقولوا له انت المفروض تشتكي عليه عشان العدالة ومدري ايش، لا تسكت لا مدري، فهو حس اللي ضغط علي لانه مرة صار ضغط. فلما مسح المنشور، يعني في النهاية هو يعني شخص مجهول ما حد يعرفه، فهو يحس انه خلاص انا مسحت المنشور يعني خلاص انتهت القصة هنا، وانا ما قلت ايش اسم القصة ولا قلت اسامي الضحايا ولا اي شيء. ولكن اللي ما تعرفه انه انا برضو جبت سيرة احد الفروع اللي موجودة في موقع ريدت اسمه RBI، زي الـ FBI، شفتوا الـ FBI؟ هذا زيه بس RBI، يعني ريدت فيدرالية أو القسم الفيدرالي من ريدت. فعلا في ناس من الناس اللي في السلطات يحبوا يدخلوا هنا عشان يشوفوا يعني الناس إيش بتكتب، وين وصل استنتاجات الناس، فهو مكان للمشاكل الحقيقية، يعني مو مكان للترفيه وكده، لا مشاكل حقيقية. ففي شخص بيقول فاكرين المنشور هذا اللي نحط وفي خلال ربع ساعة المسح، تخيلوا في ربع ساعة صار ضغط كومنتات على إكس عشان كده شال المنشور. الشخص هذا اللي كتب في المكان حق RBI بيقول أنا
لقيت القضية اللي كان إكس يتكلم عنها. معلومة أن القضية دي ما أعرف عنها وأول مرة أسمعها في حياتي، لكن القضية دي كانت عام 1985. نفس المواصفات اللي قالها إكس كانت في نفس هذه القضية بالضبط. كيمبرلي وإيثن، الولد والبنت اللي كانوا في السيارة وكانوا ميتين. كيمبرلي تم اطلاق النار عليها فعلا في الرأس، وإيثن فعلا في الصدر، ولقوا في بعض الأشياء مفقودة من السيارة ويقال إنها أدلة. قضية للآن هي unsolved، غير محلولة. أنا ما أعرف إذا هي مقفلة ولا cold، باردة، ولكن على ذاك الوقت كان في شهود حوالين الحديقة بيقولوا إنهم شافوا 3 أولاد بيهربوا من المكان، وقدروا إنهم يعرفوا بس ملامح واحد فيهم، ووصفوا الملامح دي للشرطة، والشرطة رسمت سكتش. ما تم ذكر هل السكتش هذا لواحد من أصدقاء شرطي ولا هذا الشرطي نفسه وهو صغير. طبعا بعدها إكس أكيد اختفى، والشرطي إلا ما يكون مات عشان الكانسر عنده، أو ممكن يكون للآن عايش. فالمجتمع حق ريدت أتخيلوا بلغ الشرطة عن المنشور إنه هذا هو اللي عمل المنشور، يا أخي حاولوا تتبعوه وتشوفوا، ممكن فعلا ترى مو شيء مستحيل يكون جاره هو مجرم، لازم نطلع العدالة للأشخاص دول، لازم ما أعرف إيش. فكلموا، تخيلوا مجتمع ريدت كلموا الFBI وكلموا الشرطة وبيستنوا منهم أي أبديت، وما في أي أبديت للآن. يمكن ما أخذوهم على محمل الجد، أو ممكن قاعدين يشتغلوا بالسر لأنه شوفوا الهرجة من متى. بس عزيزي المشاهد، أنت حاسس معايا؟ يعني أنا ما بحطك في مواقف زي كده بسم الله عليك، بس هذا واحد عادي جاره فجأة طلع قاتل وهربان من العدالة، وكمان شرطي كان وتقاعد، ويحكيه عن أشياء في النهاية يدخل يلاقي كل كلامه صح. شفتوا الإحساس هذا؟ أهل الإنستجرام في السنة الماضية لما كنت أحط الستوري ماي ستوري في رمضان، حكيتهم عن هرجة صارت معايا زي كده في واحدة من القضايا. طيب كان في شخص في القضية هذه أتواصل معايا، فآخر الفيديو هحكيكم الموضوع هذا عشان ما أطول الفيديو. خلينا نروح للموضوع الثاني. الموضوع الثاني برضو تم نشره في ريدت، بس إيش القسم الفرعي منه ما نعرف. امرأة اسمها جيني، في 2014 هي كانت امرأة عزباء عندها ولد عمره 3 سنين. جيني كانت عندها مشاكل في النوم، فكانت منزلة تطبيق اسمه Sleep as Android. يعني أكيد الأغلبية يعرف نوع التطبيق هذا إيش ممكن يسوي، إنه هو يضبط دورة نومك، منبه في نفس الوقت يشوف يعني يخبرك أنت قديش نمت، نومك كويس مش كويس. واحدة من مميزات هذا التطبيق إنه يسجل نومك. كيف يسجل نومك؟ بالصوت. يعني إذا أنت كنت مثلاً شخص يشخر، فتبقى تعرف هل أنت شخرت وأنت نايم ولا لا، هو يعني يلقط ويسجل أي صوت حيحس فيه خلال نومك. تبقى تعرف مثلاً هل أنت كحيت، هل أنت شخص بيتكلم وهو نايم، فيعني عشان تراقب نومك، عرفت كيف؟ فجيني كانت تستخدم هذا التطبيق، وكانت من الناس اللي بتشوف كيف هي كانت، كيف نومها كان كويس، مريح، غير مريح، تتقلب كثير. وطاحت على أحد التسجيلات، طبعاً في تسجيل بتكح فيه بتتقلب فيه في السرير، فأحد التسجيلات كان في الساعة 2 بعد منتصف الليل. حسمعكم التسجيل. التسجيل واضح انه كان في حركة، وبعدين جيني قالت ايش بتسوي، وفي صوت رجل قال لها ولا شيء وبس وخلاص. اللي خلى جيني تنزل هذه التجربة في ريدت انه هي بتقول انا عايشة لحالي انا وابني في البيت، وهي حست انه هي بتتكلم وهي نايمة، او هي كانت نايمة ومو في وعيها لما صار الموقف ده لانها ما تفتكره. لكن الواضح انه هي كانت بتكلم شخص كان داخل يمكن بهدف السرقة، ولما شافها بتسأل وما حست انه هو حرامي او شيء، سكت شوية وبس قال لها nothing. ويمكن لما رجعت نامت هو هرب، لان هي ما قالت اذا هو سرق شيء او حاجة، بس يمكن البني ادم نفسه خاف انه ايش بها دي ما صرخت ما سوت شيء. وبعد كده ما في اي ابديت من جيني، بس تخيلوا الموقف انه هي ما هي فاكرة اللي صار،
وما تعرف ان هي اصلا تكلمت وهي نايمه، وتخيلوا انه هذا فعلا كان حرامي، والتطبيق سجل ده الموقف. ليش جبت ده الموضوع؟ غير انه هو كان كريبي، انا شخصيا استخدمت التطبيق هذا بس طبعا في الايفون وقت ما كان مكتبي هنا ورا، فاكرين هنا؟ فمره من المرات كنت بنام، تقريبا كان 2021، فنيمت الكرسي وحطيت الجوال جنبي وكنت ابغى اجرب التطبيق، وفعلا غفيت ابو نص ساعه، وفعلا اي صوت كان يسجله، بس الاصوات كانت مثلا صوت البوري، لانه وراكم على طول في الشباك، فكان صوت البوري، صوت الكرسي لما اتحرك ويطلع اصوات. التجربه دي انا مريت فيها يعني، بس انه مره مو زيجيني. هذا كان تاني موضوع غريب، نشوف الثالث. طيب الموضوع الثالث حيكون فيه كذا موضوع تحته، حتكلم عن البيسمنت او القبو اللي يكون تحت البيت او تحت المبنى. عام 2002 في ولاية ويسكونسن كان في امرأة بيتها الاساس حقه كان يبغاله انه هو يترمم ويتظبط، فكلمت الشركة عشان يجوا يظبطوه زي كده. وفي يوم من الايام كانت هي في شغلها، جاها اتصال، والاتصال كان من العمال، وخبروها شيء ما اتوقع ان هي كانت مستعدة ان هي تسمعه في حياتها. قالوا لها واحنا بنشيل البلاط والتراب طحنا على جمجمة بني آدم، كملوا حفر لقوا انه هو هيكل عظمي كامل، الواضح انه الجسم ده جدا قديم، والبيت هذا انبنى فوق مقبرة احد. العمال انفجعوا لانه هذا شيء ما حتشوفه انت كل يوم، بس في نفس الوقت قالوا هذا شيء بيصير، يعني في بيوت كتير مبنية فوق مقابر بدون ما هم يعرفوا. بس الموضوع انه انت تكتشف الشيء ده في بيتك شيء يخوف. الجثة دي جثة مين؟ وليش تحت بيتي؟ تعرف اللي يصير عندك شعور القشريرة؟ أما الحادثة الثانية كانت في شهر جانيوري عام 2010، في واحد وزوجته انتقلوا للعيش لمنزل جديد كان في انديانا. بعد أسبوع من نقلهم للبيت الجديد ده، ما كانوا يعرفوا القبو بالضبط إيش كان فيه، فكانوا بيفتشوا في القبو كويس إلين ما لقوا هذا الشيء. اتصلوا على طول في الشرطة، كلموا الوحدة الخاصة بالمتفجرات أو القنابل وما إلى ذلك، ولما جو الفريق اكتشفوا إنه هذا توربيد ولا صاروخ قديم وما زال نشط، قاموا بنقله بكل هدوء بدون ما يعملوا أي مشاكل. فأنا قاعدة أتخيل لو البيت ده كان فيه إصلاحات وضرب ومدري إيش وانضرب الشيء ده. شوفوا أنا ما أفهم في الأمور دي، أوكي، بس يعني ما أفهم هل إذا انضرب حينفجر ولا لازم تفك منه شيء وينفجر، يعني هذا شيء أنا ما بشوفه كل يوم وما حأدخل أبحث عنه، بس تعرفوا اللي شيء يخوف. يعني أنا عندي أشوف هيكل عظمي بني آدم شيء طبيعي، بني آدم مدفون تحت البيت، ولا إني أشوف حاجة زي كده، أنا شدراني متى ينفجر؟ هذا أكتر شيء كان يخوف صراحة. نيجي عند الموضوع الثالث والأخير في قسم البيسمنت. الموضوع هذا شدني لأنه في شاب كان يبغى يلاقي بيت ستوديو، تمام، زي اللي أنا فيه الآن، شقة كده ستوديو سموها، يكون بس هي فيها غرفة واحدة، حمام، مطبخ، كده كله مكشوف على بعضه، سموها ستوديو. كان في إنجلترا، بيقول البيت كان جدا رخيص، وهو ما دقق كثير ليش هو رخيص، بس هو ما صدق انه يلاقي بيت رخيص، وما فتش في البيت كويس الين ما سكن فيه وبعدين عرف ايش ممكن يكون السبب انه البيت هذا رخيص. So here's the apartment I moved into last week. It's pretty small, pretty nice. Rent was pretty cheap, so I moved in without even viewing the place. And then when I got here I realized why the rent was so cheap. وهو ماشي اكتشف انه في باب في الارض. ايوه عزيزي المشاهد، في بيسمنت ما انتبه انه هو موجود، لانه زي ما انت شايف الباب قطعة من الارض، اوكي هو واضح بس ممكن ما ركز الولد. بيقول المكان اللي تحت كأنها غرفة، على وجه التحديد كأنها زنزانة. لأنه فيها مكان يشبه السرير كده، مبني كأنه سرير أو مقعد، فهذا المكان شكله كان بيصير فيه شيء. يا عالم هل في غرف تانية برضو تحت الأرض جنبه وهو ما يدري؟ كانت هذه مجموعة من أغرب الأشياء اللي الناس نشرتها على ريدت.
في غيرها كثير، أنا بس أعطيتكم يعني كده مقتطفات من كل مجموعة. فلو عجبكم هذا النوع اكتبوا لي تحت، أصير أسوي عنه بعدين. وإذا عندكم مواقف شخصية معاكم زي كده اكتبوها تحت. وغير كده إذا عندك موضوع مشابه، يعني موضوع منتشر في النت، ارسلوا على إيميلي. دحين خليني أحكيكم عن الهرجة اللي صارت معايا. زي ما قلت لكم يعرفوها أهل الإنستا قبل، بس في 2022 جاني رسالة على الدايركت في الإنستا، دخلت قرأتها. اللي بتكتب كانت امرأة أجنبية، حتى ما هقول اسمها إلين ما أفكر حسوي القصة ولا لا. الامرأة دي دخلت عندي قالت لي هاي كيف حالك وزي كده بالإنجليش، بعدين قالت لي إنه أنا أم لأبناء مفقودين، قصتي مشهورة طيب، وقالت لي اسم القصة، وغير كده قالت إنه موجودة كمان في نتفليكس وموجودة في الدوكيومنتري الفلاني والفلاني والفلاني، وإذا مو مصدقة أي مستندات تبغيها إذا حابة إنك تعملي عن القضية. يعني هي ما قالت لي اعمليها، لا قالت لي إذا حابة. أخذت وعطيت معاها شوية، وكان سؤالي لها أنت كيف فهمتيني وأنت أجنبية، وأول شيء أبى أعرفه كيف أتأكد من صحة كلامك، إذا القصة مشهورة زي ما أنت بتقولي أكيد معلوماتها في كل مكان. قامت رسلت لي فويس نوت بصوتها طيب، وقالت لي إنه هذه أنا واسمي كده كده كده، وأنا عندي صفحة على الفيسبوك هي المتفاعلة فيها أكتر، والناس قالوا لي كمان التيك توك حيساعدك أكتر، الانستجرام مو كتير فيه. وفعلا هي في انستجرامها ما في إلا بس صور عيالها، وصور معمولة كمان بالتقنية اللي هي كيف حيكون أشكالهم إذا كبروا. واسم هذه القصة مو غريب علي، لأنه أنتوا في ذاك الوقت وأوقات قبل كنتوا تكتبوا لي هي، وأنا كنت رافضة أني أسويها. أنا ما قلت لكم أن أنا رافضة، بس أنا كنت أشوفها رافضة لأنه من الاسم عرفت القصة هتكون عن إيش. فجاني فضول، فتحت نتفليكس ودخلت على الأبسود، ولما شفت الموضوع فعلا الموضوع زي ما هي قالت، بس اللي خلاني أنفجع إنه هي كانت نفس الإمرأة فعلا، نفس الصوت نفس كل شيء. أول ناس حكيتهم كان وقتها شلتي اللي في الديسكورد، ما كنت قادرة أصدق إنه الموضوع هذا مشهور قد كده، وإنه الأم كلمتني. كان وقتها قبل فيديو مليون، كان يعني باقي على فيديو مليون تقريبا يمكن 3-4 فيديوهات إن ما خاب ظني، وبعدها كنت حسوي فيديو مايكل. قلت لها اسمعي أنا الحين عندي فيديو مليون وهكذا وكذا، طبعا كلام أنا كان كله بالفويس نوت، وأنا يعني أتعمدت أني أخليه بالفويس نوت عشان كنت بسمعكم هو. فقلت لها خلاص خليني أخلص من فيديو مليون وبعدها أفكر أسوي قصتك. وبعدين قلت لها أفكر أسوي قصتك ليه؟ لأنه القصة فيها جزء عربي. أنا تعرفوا إيش ليش أنا ما بسوي قصة عربية، قد شرحت لكم قبل كده كتير، وما عندي مشكلة أرجع أشرح تاني للناس الجديدة، ولكن هذا الجزء بالذات اللي في القصة دي جزء شوية حساس. أنا حتى لو قلت يعني أنا في النهاية مالي صلاح، هي القصة كده هي مشهورة كده، بس القصة تشد ونغلبكم يعرفها. واللي شد أكتر إنه الأم كلمتني اللي طلعت في كل دوكيومنتري وهي مسوية لي فولو. فأنا قلت لكم قبل كده إنه أنا يعني مثلا نهاية كل كم يوم أمسح كل الدايركت حق الإنستا لأنه يصير مكدس. فبالغلط طبعا مسحت المحادثة اللي بيني وبينها، ومو قادرة الحين طبعا أوريكم لا الفويس نوتس ولا أي شيء، لكن مستعدة أرجع أتكلم معها تاني وأقول لها إني هتكلم عن قصتك، وخليها ترسل فويس بصوتها وتحكي أو يعني توصل لكم كلمة أو أي شيء. القصة طلعت في النهاية مو أنهم مفقودين، القصة فيها اختطاف. ولما سألتها كيف عرفتي أو كيف فهمتي علي، لأن أنا بتكلم عربي وإنتي أجنبية، فكان هذا هو الجزء العربي في الموضوع، إن هي ممكن تعرف شوية عربي أو هي كمان تبغى العرب أكثر ناس يعرف عن القصة. فأنا قلت لها باي ذا واي أنت قصتك أوريدي منتشرة، متابعيني بيكتبوا لي هي كانوا. بعدين لما قلت للمتابعين عندي في الانستا في الستوري، ترى قاعد يفوتكم كثير في الستوري هناك، قلت لهم أنا محتارة، فإذا حسويها ممكن أسويها في الانستا، يعني ممكن أحكي القصة في الانستا. فوالله لسه ماني عارفة يا جماعة محتارة، فعشان كده لو تبغوا أتكلم تفاصيل أكثر عن القصة ممكن يا جوني في الانستا يا إني إذا فكيت بس. فالمهم تعالوا لي يا سناب يا انستغرام، دائما متفاعلة فيهم أنا، حساباتي تحت الديسكريبشن كلها أوكي، الانستا سناب تويتر تيك توك كل شيء. طولت عليكم الفيديو أنا آسفة معليش. ويا جماعة أي شيء أنزله في قناتي الآن ما حيرجع ينزل هنا في قناتي أوكي، وإذا مثلا أنا وقفت معاهم ففيديوهاتي حتفضل في القناة زي ما هي موجودة في وثائقيات أخبار الآن، بس ممكن أعمل عنها شورت وأنزلها هنا في القناة حقتي عشان أوري الناس أنه ترى أسمعوا في عندي فيديوهات في قنوات تانية. يلا سيبكم عشان بروح أتسحر، وسي يو جايز ليتر، باي باي.